صباح الخير. هلا علي، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، ابشرك بخير. الحمد لله. صليت الفجر ولا لا؟ صليت والله، هذا زي اي يوم، يوم جديد الحمد لله. اصحى الصباح الساعة 6، اطلع اصلح قهوتي، بعدها على النادي. علي شاب سعودي في مقتبل العمر، يدرس في الجامعة، قبل كم سنة انتقل إلى الرياض وبدأ حياته من الصفر. أنا أحس أكثر إنسان مكافح في الفرق. يعني أحياناً يجينا عند كلاسات يكون بس يداوم ويحضر كلاساته برضو في الدوام، يشتغل بالتراك، يشتغل في كذا مكان، عرفت شلون؟ يعني إنسان قاعد يشتغل على نفسه، عنده حلم. كل إنسان له قصته وأسراره، وأحياناً بعض الأسرار تولد الإصرار. الإصرار اللي يخلي شاب صغير يضحي بكل يومه، دراسة وشغل. أكيد خلف الإصرار أسرار. قبل الحادث أنا كنت واحد من المراهقين من حقين التبحيط، وأصحابي كلهم كانوا نفس الشيء. بعد الحادث دخلت علي غيبوبة طويلة. أصحابي اللي بشكل مبسط، يعني أصحابي اللي كانوا معي أيام المراهقة كلهم أصلاً تركوني، ما عاد شفتهم. وقف معي أهلي، وقف معي ناس جديدين. كم كان عمرك ذاك الوقت؟ تقريباً 16-15 سنة. واو، أنت في البداية جاك حادث. إيه؟ تمام، دخلت غيبوبة. إيه؟ كم قعدت؟ قعدت في غيبوبة تقريباً 8 شهور. 8 شهور، استيقظت؟ استيقظت بعدها. وش كانت اللقطة الأولى؟ المشهد الأول؟ ما أشوف شيء. ما تشوف شيء نهائيا، سواد. تخيل اني قعدت سنتين ما اشوف شيء ابدا، ما اشوف كل شيء سواد. وصلت لمرحله الياس مره، اني خلاص اقول ان هذه الدنيا انتهت بالنسبه لي اصلا. بعدها سويت عمليات في العيون، بديت اشوف بشكل تدريجي. يوم شفت، بعد ما شفت بعدها بكم سنه، شفت وجهي متغير. هذا مبنى سويت اكثر من 10 عمليات تقريبا، لدرجة ان الدكاترة يقولون انت ما تقدر تسوي عملية تجميل الا كل سنة 3 مرات فقط، لان التخدير الكامل خطر عليك، فكل سنة يكون عندي 3 عمليات. واستمريت الى يومك. بعدها خلاص صرت اشوف حياتي ثانية، تركت هذه هي نقطة التحول؟ هذه هي نقطة التحول، بديت حياتي كلها معتمدة على نفسي فيها. وهذا من هنا بدأت حياتي الجديدة، بدأ السيفي حقي ينطلق. تجربة العيش في المدن الضخمة تجربة فيها إيجابيات وسلبيات، لكن الأكيد أنها مميزة، وكالعادة أي شاب يميل للمدن المفعمة بالحياة وبالذات الحياة الليلية. الحياة الليلية هنا تختلف عن أي حياة عاصمة. البزنس اللي هو الفود ترك، وداخل عليه بزنس إضافي سكوترات برضو. في رزق كثير، فيها فلوس. يعني أنا لدرجة البزنس حقي هذا الفود ترك أنا مطلع منه هاي السيارة. كم تجيب مبلغ في نهاية الشهر مع الفوتراك؟ شغلين، تشتغل من الصباح لليل. والله الحمد لله ما راح أعطيك رقم، بس هو فوق 25 طالع. هو على حسب الشغل، على حسب الأيام، على حسب يعني أتوقع على حسب المواسم، شتاء صيف تفرق.